الخطبة لراكد بخلفان بالعامري للتبي صاحبة الشوط الأول الرئيسي على أرضية في هذا الميدان على بركة الله وحفظ من الله وتوفيقه. ينطلق أيضا شوط الختام لفئة المشتركات الشوط الثامن المخصص لفئة جعدان فطايم. ننطلق مع شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان يتقدم المركز الثاني. شاهين محمد بن راشد بن قميس بن مرخان المركز الثالث. الواصل هو كيفان عامر بن خلفان بالعامري الاكتبي. من الجانب الاخر ارى الوصول من شعارك يا بالحب وايضا بن صويح غاتما مع انطلاقه شاهين احمد بن صويح بن سالم العامري والأسامي. الأسامي قاتمة ولي من الجانب الآخر ما دعناه محجوب عن الرغم هناك بالانطلاق. لكن وين يا بن حميدان؟ روح بن حميدان انطلق مع البداية القادمة على المركز الثاني أو الواصل. نعم القادم شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي قادم العويسي قادم العويسي مع المركز الثاني مع المركز الثاني وبن حميدان وبن صويح والاسماء العملاقه. لكن شاهين عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان لكن العويسي مع انطلاقه شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي وبن صويح بن صويح والعويسي. الامتار الاخيره الشاهينيه او شاهين وشاهين الامتار المجنونه يا بن صويح احمد بن صويح بن سالم العام المركز الثاني. حمد بن خميس بن سلطان العويسي عاد شاهين عاد وشاهين وبن صويح والعويسي الامتار المجنونه. ولكن بن صويح يؤكد بان شاهين بطلا لهذا الشوط. احمد بن صويح بن سالم بن علوبه العامري المركز الثاني. شاهين حمد بن خميس بن سلطان العويسي المركز الثالث. هناك شاهين محمد بن احمد بن خليفة بن حميدان. التوقيت 2:12 تهانينا والناموس مشاهدينا متابعينا الكرام. تابعنا هذا التحدي الممتاز وهذه الأسماء.